السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن السكيورتي سيتينجز على مستوى الاكستنشن اللي هي الاي بي ريستريكشن. هلا انا مثلا كاكستنشن زي ما شرحنا اول، اذا حبيت اضيف اكستنشن جديد، طول ما في ريتشابيليتي بين الاي بي ادرس تبعي والبي بي اكس، سواء انا ريموت اكستنشن او لوكال اكستنشن، راح اعمل ريجستر بهذا الاكستنشن اذا الريجستريشن باسورد واليوزر نيم انتبرمجوا بطريقة صحيحة. ممكن انا اعمل اي بي ريستريكشن على مستوى الاكستنشن، انه اي بي سكيم معينة او سبنيتنج معين هو اللي يعمل بس ريجستريشن على هذا الاكستنشن. كسيكوريتي الاوبشن هذا كويس، اساس مو اي حدا مخول انه يستخدم هذا الاكستنشن. فانا كيف ابرمج هاي الاعدادات؟ راح اروح على الاكستنشن اللي انا بدي اياه، وراح اروح على ادفانسد على اي بي ريستريكشن زي ما احنا شايفين بالسيرش. انيبل اي بي ريستريكشن باي ديفولت نو. يعني شو يعني نو اي بي ريستريكشن؟ يعني اي اي بي ادرس طول ما هو ريتشبل على البي بي اكس بيقدر يعمل ريجستر بهذا الاكستنشن اذا اليوزر نيم والباسورد مكتوبين بطريقه صحيحه. طيب اذا عملته يس، طبعا ننتبه لو انا عملت انيبل اي بي ريستريكشن يس وتركت البيرميتد اي بي والسبنت ماسك فاضيين، ممكن الاكستنشن ما يعمل ريجستر بولا اي بي ادرس. ليش؟ لان انا عملت restriction IP address وإذا تركته فاضي كأني عملت بهالطريقة، كأني أنا منعت أي IP address يعمل register بالإكستنشن. طيب ممكن أنا أضيف أكثر من subnet، يعني مثلا range 192.168.0 هو فقط اللي حيعمل registration. يعني مثلا 192.168.1.13 الاي بي ادرس لاي بي فون وهو ريتشبل على البي بي اكس، بس ما حيقدر يعمل ريجستر بهذا الاكستنشن. ليش؟ لانه هو مو ضمن الليست اللي بتعمل ريجستريشن. ممكن طبعا لو انا عندي ستاتيك اي بي ادرس برا المكان اللي فيه الاكستنشن، ممكن احطه بهذه الطريقة وطبعا بس اخلص راح اعمل سيف وابلاي. طبعا ننتبه بشغلة كنا حاكينها قبل بالفيديوهات السابقة بس نذكر فيها. فلنفرض انه اي بي ادرس معين عمل محاولات كتير خاطئة بالريجستريشن تبع الاكستنشن، حتى لو الاي بي لوكال، لو ما كان ضمن الوايت ليست اللي موجودة هون راح نلاقيه بالبلاك ليست حتى لو كان اي بي لوكال. فننتبه لهذا الموضوع. لو انا بدي اصحح الاعدادات نتأكد انه الاي بي ادرس تبع الاي بي فون، فيفضل انه نتأكد انه البلاك ليست القائمة تبعتها تكون فاضي من اي لوكال اكستنشن، طالما انا متأكد انه هذا اللوكال اي بي ادرس يعني سيف او مش هاكر او حد معين غير مخول يعمل ريجستريشن.